أكبر مغامرة بحياتي الجزء الأول بالوصف، الجزء الثاني من كهف أسطوري، الجزء الثاني نهاية. طبعا يوم جعتكم فيديو جديد من ماينكرافت ولقيت دايموند ولقيت ذهب ولقيت هذا الكهف الأسطوري، بس انت حفر بالحجر. طبعا ذاك ردستون وذاك ايرون مثل ما قاعد تشوفون، وهنا لافا ويم اللافا ذهب، اكو هواية موارد هنا. فا اوكي خليج صهيب منوعة العاب بطل العربي 2 وارجع لكم. طبعا شباب واضحة كنت العب خلف الكواليس الى ما لقيت هذا الكهف. اوكي شباب طبعا رجعت لكم بعد ما متت وبعد ما لقيت دايموند وبعد كل هالحلب شكات اللي صارت، اسوي لي بكاكس ايرون. يس اوكي شباب طبعا رجعنا لكم بعد ما طلعنا من هذا الكهف، هسه احنا جايين ندور على طريق البيت. لقينا دايموند ولقينا ذهب ويعني سوينا شغلات هواي. اوكي شباب كأن انتهت راح. اوكي شباب طبعا هسه اخيرا وجدنا مكان البيت ورجعنا، خلينا نشوف الموارد اللي حصلناها. لابس لازولي وذهب وهواية كبر. هذا الكبر هسه راح اعدل بيه البيت. ردستون شنو؟ يلا عادي عادي، انا راح اروح لعاد اجيب لافه. لا ما حاجه انا راح اروح انا اوكي شباب وبنات. اوكي شباب وبنات هنا وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى عجبتكم، لا تنسوا تحطوا لايك واشتراك. سلام.